السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. إجراء جديد من إدارة الهجرة، وهناك إجراء يجب على الجميع فعله يا أخوان عشان ما تتعرضوا للغرامة المالية أو لإيقاف قيد الكملك تبعكم. بداية ضعوا إعجاب للفيديو وشاركوا هذا الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب، لأنه في تطورات جديدة اليوم حصلت. مثل ما لكم شايفين قدامكم على الشاشة يا أخوان، تم إيقاف موقع تثبيت عنوان النفوس الخاص بالأجانب عبر الإيدولة، ومكتوب يا أخوان باللغة التركية أنه حاليا هناك عملية إلى علاقة بتحديث الموقع أو بتعديلات على الموقع أو مشكلة بالموقع. ولكن اللي أهم من هيك يا أخوان أنه في كتير ناس كتبت لي بالتعليقات اليوم أنه تم مسح عنوانها، فاتت اتحققت عبر الإيدولات ما لقيت العنوان تبعها، وأغلب هدول الأشخاص كانوا مثبتين عنوان النفوس تبعهم من خلال الإيدولات. من الصبح يا أخوان في كتير ناس كتبت لي بقسم التعليقات أنه تم مسح العنوان تبعهم. بداية يا أخوان لازم الإجراء اللي رح نعمله هلأ كل شخص يفوت يتحقق منه منشان يضمن سلامة عنوانه فعليا، وإذا العنوان تبعه موجود او لا. ومن خلال هذا الاجراء الاشخاص اللي مسحوا عناوينهم يكتبوا لنا بقسم التعليقات، والاشخاص اللي شافوا عنوانهم تمام كمان يكتبوا لنا بقسم التعليقات. على ما يبدو يا اخوان انه في اشخاص قامت بتثبيت العناوين ولكن بشكل كاذب او بشكل وهمي. مثل ما بتعرفوا بعد ما تم اتاحه هي الخدمه عبر الايدولات، في كتير ناس ثبتت عنوانها عبر الايدولات، ولكن على ما يبدو انه في ناس قامت بتثبيت عنوان نفوسها بمكان غير ما هي مقيمه فيه، او بمكان وهمي او بمكان غير صحيح. طبعا هذا الشيء يا اخوان بالقانون يعتبر ابلاغ عن عنوان نفوس كاذب، وهذا الشيء رح يسبب غرامه ماليه لكتير اشخاص مثل ما حذرت سابقا. يعني يا اخوان المفروض لما انت بتثبت عنوان النفوس تبعك تكون مقيم بنفس العنوان فعليا، لانه بدهم يجوا يتاكدوا من هذا الموضوع. واثناء التاكد في حال تبين انك كنت مقيم بعنوان نفوس كاذب، هي فيها مخالفه بالقانون التركي، طبعا حذرت عنها بفيديوهات سابقه. خلينا نعمل الخطوه مع بعضنا يا اخوان، تاكدوا منا اول شيء قبل اي شيء نهائيا. طبعا للتاكد من صحه العنوان تبعكم اذا موجود او المسح، رح تروحوا على الايدولات اخواني وتروحوا على شريط البحث وتكتبوا هاي الكلمه بالنسبه لاصحاب الكملك منشان تتاكدوا اذا عنوانكم موجود باداره الهجره، وبتستنوا شوي. بعد هيك بتفتح معكم الصفحه، بتنزل لاسفل اخواني، رح تشوفوا بالاسفل عنوانكم يا اخوان ورقم هاتفكم. اذا عنوانكم موجود باداره الهجره فاموركم تمام، اموركم سليمه. اما اذا العنوان ممسوح لازم تاخذوا موعد وتراجعوا اداره الهجره لتثبيت عنوان النفوس تبعكم. بالنسبه لاصحاب الاقامه مشان يتاكدوا من معلوماتهم المسجله بادارات الهجره، بيكتبوا هي الكلمه يا اخوان وبفوتوا بيتحققوا. بالنسبه للاخوه العراقيه اللي معهم بطاقه الحمايه الدوليه، بيكتبوا هي الكلمه يا اخوان وبفوتوا بيتحققوا من معلوماتهم المسجله باداره الهجره، تمام؟ يعني هي لكل فئات الاجانب. مثل ما شفتوا يا اخوان بهذا الشكل بتكون اموركم سليمه. اذا ما لقيتوا عنوانكم يجب اخذ موعد ومراجعه اداره الهجره لتثبيت العنوان. رح خليكم باول تعليق مثبت كيفيه اخذ موعد باداره الهجره بشكل صحيح. وبالنهايه اللي عنده سؤال او استفسار بامكانه يكتب بقسم التعليقات. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم.